اتفضل يا فندم. استاذ ريماء، بنحيي حضرتك وبنحيي القناه وبنحيي الشيخ سالم معلمنا الجليل. اهلا بيك يا فندم. ليا سؤالين باختصار. السؤال الاول، ثواب سماع القران زي ثواب القراءه؟ ده السؤال الاول. السؤال الثاني، كنت ببيع محل واتفقت مع ناس وقريت معاهم فاتحه على ان احنا اتفقنا على السعر، وعلى يوم الاتفاق عرفت ان القيمه مش هي القيمه اللي انا واخدها، فهل لو انا رجعت في الكلام في اسم عليا او الموقف الشرعي ايه الموضوع ده؟ حاضر. ثواب سماع القران الكريم، هل هو زي ثواب القراءه ولا لا؟ لا شك ان ثواب التلاوه اعظم. ليه؟ شوفي حضرتك، كلما كان اعضاء اكثر متلبسه بالعباده كلما كانت العباده اثقل. بمعنى لما بستمع للقران انا اذن اشتغلت، لما بقرا انا لسان اشتغل، وبرضه ودني سمعت، ما بتسمع أي نفسي. أي حتى لو بقرا في السر انا بسمع، بسمع نفسي. فكلما العباده شغلت مني من جسدي اعضاء اكثر كلما كانت اثقل. ولذلك كان يستحب مشايخنا، سمعت حتى لما الشيخ الله يا ربي يرحمه ويحسن إليه شيخنا الشيخ الحصري الله يرحمه. أيوة الله يرحمه. كان يحكي يقول أنا أحفظ القرآن، ومع ذلك عندما أقرأ من المصحف. فحد بيسأله ليه يا مولانا؟ فقال له علشان عيني تأخذ عبادة زي ما لساني وودني بياخدوا عبادة. فبلا شك أن السماع له قيمته وله أجر عند الله سبحانه وتعالى. من تلاها كانت له نورا، ومن سمعها كانت له حسنة. فالتلاوة نور، تلاوة بعشر حسنات مضاعفة الحرف الواحد، بعشر حسنات. فاللي يقدر يتلو ده هيبقى أحسن. طب ما قدرتش، يبقى لا أحرم نفسي وأستمع. افرض أنا في السيارة ما عنديش طاقة أن أنا أقرأ، مانيش متذكر، مش حافظ، مانيش عارف أفتح مصحف، فهفتح الكاسيت وأستمع وأنا ماشي. وممكن نقول وراه، وممكن أردد وراه. ولو ما رددتش حتى وسمعت بس، ده ثواب. بس لا يستوي مع ثواب التلاوة قطعا، لكن له ثواب ان شاء الله. ان شاء الله. نعم. بمناسبه قراءه القران الكريم، وكلنا اكيد في بيوتنا عندنا مصاحف كتير جدا، ولكن دايما كده يبقى البني ادم فيه مصحف محبب ليه، هو اللي بيقرا فيه. هل في يعني في حرمانيه؟ لانه كنت الكلام ده سمعته قبل كده، انه يبقى في مصاحف كتير في البيت ممكن تكون ما بتتفتحش مثلا. خلينا نقول بوضوح يا سيدتي، لو انت عندك 5-6 مصاحف وعامله حسابك اهو، مصحف ليك ومصحف ربنا يخليك ولادك، مصحف لجوزك ربنا يبارك لك فيه، حد جالك ضيف وتعملوا قاعده كده وتقروا شويه قران، فعامل حساب المساله دي مفيش مشكله. انما انا عارف ان انا بيتي فيه 3-4 محتاجين 3-4 مصاحف، كل واحد مصحفه، وما بعملش قاعده في بيتي ولا حاجه، يبقى ما زودش من المصاحف بقى. يبقى بدل ما هي مركونه اطلعها في جامع او لحد محتاج. اديها لجاري يقرا فيها، اديها لطالب علمي يذاكر فيها، احطها في جامع، بمعنى ان ما احبسش المصحف. هل في حبسه حرمه؟ مفيش حرمه. بس هي القصه ان انا يعني حبست مصحف انا استفيد به اخر، بالعكس ده انا كمان لما تديهولي بتقري فيه ما انا خدت اجر زيك. لسه كنت هقول لحضرتك، هو الكلام بقى اتفتح عن قراءه القران الكريم. فكره ان انا احط مصحف في جامع، احط اسدال، احط سجاده صلاه، ثوابها بيبقى ازاي؟ يا سيدتي، هاب النهارده انا في جيبي مصحف زياده، اديته لحضرتك، كل ما حضرتك فتحتيه وقريت فيه ايه، انت بتاخد اجرك كقارئه وانا باخد اجر كاعانه. نفس الاجر، نفس الاجر. فتخيلوا واحنا ربنا اكرمنا كده ودعينا الناس الى ان يقرأوا القران، كل حد بيقرا القران بيكتب في ميزاننا. وزعت مصحف الناس تقرا فيه قران، كل ما يقراه ما هيبقى في ميزاني، وساخذ حسنات. فرشت مسجد بالسجاد، كل ما حد يخش يصلي باخد اجر زيه بالضبط من غير ما ينقص اجره شيء. يعني لو واحد فرش جامع والجمعه بيصلوا فيه 1000 واحد، يا يعني كل جمعه كانه صلى 1000 جمعه. كل فرد كانه صلى 500 فرد، اللي لو صلى 500، وهكذا. الدال على الخير كفاعله، صحيح، الدال على الخير كفاعله، زيه بالضبط في الاجر من غير ربنا. يعني هو مش اجر واحد هيقسمه علينا، لا، ده هو اجر هيديهولي كامل وهيديني زيه كامل، فرحمه ربنا بينا.